حلول شهر رمضان المعظم وتيسيرا على المواطنين، قررت شركة المترو منذ ساعات تشغيل خطوط المترو، مترو الأنفاق طبعا، التلاتة طوال شهر رمضان، وده حتى نهاية أجازة عيد الفطر المبارك، وحيكون الميعاد حتى 2 صباحا، يعني لحد الساعة 2 الصبح بدلا من الساعة 1 صباحا هيبقى المترو شغال لحد 2 الصبح مع رفع حالة الطوارئ بالشهر الكريم، وهيبدأ التشغيل اليومي من الساعة 5:30 صباحا. وده حاجة كويسة جدا، لأنه احنا عارفين ان في ناس كتير بتبقى بتشتغل في أماكن مختلفة، وفي بيبقى شغل بعد الفطار، وفي فترة السحور، فأعتقد ده هيبقى ملائم جدا لكل الناس. زي ما أنتم شايفين المترو أهو حركته منتظمة وجميلة وبتساعد المواطنين. خلينا نروح لمزيد من التفاصيل مع الأستاذ أحمد عيد الهادي بكير، المتحدث باسم الشركة عبد الهادي بكير، المتحدث باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم حضرتك وكل سادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم على حضرتك وعلى أسرة على الأسرة وعلى مصر كلها إن شاء الله ورمضان الإسلامية. وعلى حضرتك، حضرتك بتتكلم بسرعة المترو بالظبط، يعني واخد بنفس السرعة. طيب أستاذ أحمد، يعني يا ريت برضو نعرف من حضرتك هذا القرار، وقد إيه فعلا إن ده هيتيح، وقول لنا الخدمة هتبقى لحد فين والإمتى، لحد الساعة 2 صباحا. والله يا فندم احنا عندنا الخط الاول من محطه حلوان حتى محطه مترو المرج الجديده، والخط الثاني من شبرا الخيمه لمحطه مترو المنيب. عندنا بدايه التشغيل الساعه 5:15 صباحا، دي بدايه التشغيل يوميا ان شاء الله 5:15 صباحا. نهايه التشغيل ان شاء الله الخط الاول من محطه حلوان هيكون الساعه اخر قطار هيكون الساعه 12:30 صباحا، واخر قطار في محطه مترو المرج الجديده الساعه 12:30 صباحا، واخر قطار في محطه مترو المنيب ومحطه شبرا الخيمه الساعه 12:30 صباحا. تمام. طبعا حضرتك طبعا ده كده احنا كده زودنا ساعه بناء على تعليمات معالي الوزير سياده الفريق كامل الوزير، تم زياده ساعه في التشغيل في قطاعات الخط الاول والخط الثاني وايضا الخط الثالث. وحضرتك طبعا احنا عندنا محطات تبادليه اللي هي محطه مترو انور السادات ومحطه مترو العتبه. انور السادات تبادليه مع الخط الاول مع الثاني، يعني احنا اللي جاي من الخط الاول سواء من حلوان او من المرج وعاوز ينزل شبرا او المنيب بيبدل في محطه مترو انور السادات اللي هي محطه التحرير. القطر هيكون واقف له الساعه 1 صباحا. طيب انا عشان برضو يعني الناس تفهم اكتر اسال حضرتك، هل الرحله الاخيره هتكون الساعه 2 صباحا ولا قبل الساعه 2؟ لا قبل الساعه 2 يا فندم، زي ما قلت لحضرتك كده، هو احنا اخر رحله زي ما قلت لحضرتك اخر رحله في محطه مترو حلوان الساعه 12:30 بدل الساعه 11:30، يعني كده اخر رحله الساعه 11:30 خلينا الساعه 12:30. تمام. يعني احنا بنقول الساعه 2 دي ان اخر قطر هيخزن وهينتهي تشغيل المترو الساعه 2 صباحا، يعني نقدر نقول 1:30 عشان الناس بس تبقى عارفه موعدها. بس احنا المواعيد لازم يعني الناس تبقى عندها علم بيها، ان اخر قطر من محطه مترو حلوان الساعه 12:30، لان في بعض الاعلام بيقول الساعه 2 فالناس بيروحوا المحطه الساعه 2 صباحا مفكرين ان اخر قطر يبقى الساعه 2. لا هو اخر قطر وصولا هيبقى 2، لكن خلينا نقول انه آخر يعني قطر من يعني الناس في الامان يبقوا اخر حاجه يركبوا الساعه 1:30. تمام يا فندم، صح كده. تمام. هل في زياده في عدد القطارات بتاعت المترو؟ احنا عندنا يا فندم عدد الرحلات في الخط الاول والخط الثاني 1120 رحله، يعني الخط الاول عندنا حوالي 520 رحله على مدار اليوم. تمام. والخط الثاني 610 رحله على مدار اليوم، وطبعا في قطارات اضافيه احنا مجهزينها لامتصاص الزحام من اي محطه مزدحمه، يعني وقت الذروه الصباحيه او الذروه المسائيه لو في اي زحام في المحطات بندفع بقطارات اضافيه فارغه من الركاب تماما لامتصاص التكدس او الزحام داخل المحطات. تمام، ده مفهوم، لانه هيبقى معروف يعني وقت الذروه تقدروا تعملوا ده، والناس ان شاء الله توصل بامان ويكون في يسر وسلام في الشهر الكريم. الاستاذ احمد عبد الهادي بكير، المتحدث باسم الشركه المصريه لمترو الانفاق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.